إلى أيضا دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية من الخليل. دكتور، هناك العديد من التقارير تشير إلى أن هناك نقاط عالقة بين لبنان وإسرائيل حول المحادثات الراهنة أو الحالية، وفي نفس الوقت يتخوف الجانب اللبناني من تكرار سيناريو مفاوضات غزة في لبنان، أن تكون هناك مراوغة من حكومة نتنياهو في المفاوضات. ما فرص قبول إسرائيل بالاتفاق في ظل استمرار تصعيد على جنوب لبنان وتصعيد كبير كما تتابع طبعا في الساعات الأخيرة؟ تحياتي لك وللجميع. أولا، موضوع الفرص كما نرى ونتابع أن الفرص عالية، وربما هناك اختلاف ما بين إدارة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية وإدارة المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، وكذلك ظروف عقد هذا الاتفاق مختلف ما بين الطرفين. التخوف الآن ليس من عقد الاتفاقية، التخوف من فترة 60 يوم، التخوف من تحديد ماهية الخطر الذي تراه إسرائيل مهددا لها ومن حقها الرد. الخطر من الفترة الزمنية هي كافية ربما لدخول ترامب أو عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد ذلك لنتنياهو لكل حديث في هذا الموضوع. أما موضوع عقد الاتفاقية فالاحتمالات تسير بشكل قوي جدا وكبير جدا. السيناريو مختلف مرة أخرى، لبنان بطبيعة لبنان بجغرافيا اللبنانية بطبيعة حزب الله ومقاومته وتركيبة سلاحه بطبيعة الدعم الإيراني بطبيعة التدخل الفرنسي ودخول فرنسا على خط الموضوع اللبناني، كل هذه المعطيات نقول بأنه هناك الظروف مهيئة لإتمام وإنهاء وإنجاز هذه الصفقة ما بين إسرائيل ولبنان بهذا الموضوع. لم نشهد هناك تهديد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية مثل بن غفير، سموتريتش رفضوا أبدوا تحفظهم اتجاه هذه الاتفاقية، لكن لم يهددوا بالخروج مثل ما كانوا يفعلون في حال اقتراب إسرائيل من إبرام صفقة في قطاع غزة أو إنجاز هذه الصفقة والإفراج عن معتقلين فلسطينيين بهذا الموضوع. لذلك الأمور نعم تسير بالطريقة الإيجابية، التخوف من التنفيذ، التخوف من قوة إسرائيل في هذا الموضوع مدعومة بترامب الذي سيوجد جميع المبررات والمسوغات لإسرائيل لكي تضرب. وكذلك هذه الفترة الزمنية لماذا حددت ب60 يوم، هو فترة دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني. هل إسرائيل تنتظر امتصاص الوقت وكسب الوقت وإشعار بايدن بإنجازه وفي نفس الوقت إنجاز لإدارة ترامب الذي تعهد؟ نقطة لافتة، لماذا الآن تسعى هذه الإدارة، إدارة جو بايدن، للوصول إلى هذا الاتفاق